يعطيك العافية. الله يعافيك. شو عم تساوي انت؟ شوفت عينك عم بطبخ. كربوجة الكربوجات. وهي شو؟ لحمة موزات عم بسلقها مشان الملوخية. وشو حاططي لها؟ شقفة بصلة مشان الزنخة. بس شقفة بصلة؟ الله يصلحك ويهديكي. لكن شو بدها غير البصلة؟ اوه قال شو بدها ليك والتهني ليك وكأنك خشي منه بخو. عدي على صبيعك، بدها فلفل اسود وفلفل ابيض وبهار وجوزة الطيب وورقة غار وحب الهيل وقرنفل. كل هدول بدي احطهم؟ ايه طبعا وفوق طبعا، شو بكي مستغربة؟ بعدين انا ما باكل الموزات اذا ما تأشرت بكاملها، ما باكلها كبر للقطط لانه قشرتها قاسية وصعبة الهضم ومعتي وملكك. بقى الله يرضى عليكي بعد ما تستوي حاولي تقشريها. تكرم عينك. عظيم جدا. وين الملوخية؟ جبت طبخة من الفريزر. لا 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 الله يصلحك. خير، ليش شو عملت؟ لأنه الملوخية بالذات ما بيسوى تتفرز، ما بيسوى. يمكن تشط ويمكن تمط. الملوخية اليابسة أحسن بكتير، بكتير أحسن. شو الحكي؟ ليش؟ اسألي. لأنها بتحتفظ بكل الفيتامينات اللي فيها. طيب على عيني، هلا بحط ملوخية يابسة. كتير حلو وفقه، بس لا تنسي تغسليها 4-5 زوام، 4-5، لأنك ما بتعرفي قديش لقطة جراثيم من هون وغبرة من هون وبكتريات من هنيك وهي عم تتيبس، ما بتعرفي شو عرفك. حاضر. إيه. الله يرحمك يا ستي فهمية. كانت المرحومة، انتبهي وفقه، هذا الدرس ببلاش. كانت المرحومة تقطف الملوخية بإيدها، تشك تشك ورقة ورقة، وكل ورقة هالقد قدها، تقولي قد ورقة العنب مفلوشة فلشيك، مو إنه تمسك العرق وتملشه ملش على أبو عماها. أبدا أبدا ما في شيء من هاد، ينكسر ظهر المخلوقة وهي مربعة على الطراح لأنصاف الليالي وهي عم تقطف، وما في ورقة صفرة، ما في، كل ورقة خضرة مثل الزمرد الله وكيلك. بعدين كانت تنقع الملوخية المقطوفة باللجن، اللجن الكبير، وتذوب الملح بقلب المي وتدب الملوخيات بهالميات وتخليها منقوعة شي 10 ساعات على القليلة. بعدين تاخذ لك هالملوخية بقى ستي وتصفيها بالمصفاية، وبعدين تفرشها على هالملاحف البيضة يلي بيشتهي الواحد يجيب مخدة وينام عليها، وتمدها بقى ستي بأوضة الضيوف، تقفل عليها بالمفتاح ويا ويلو وفعوا، يا ويلو يا سواد ليلو يلي بيسترجي يقتحم الغرفة على ملوخيات. اي والله بتصفقه بالمقلوبة على تمه حتى ينزل له الدم. الحق بعيدة الملوخية. وفقوا، الملوخية بتلقط غبرة وريحة وشعر، وما في أبشع من الشعر بقلب الملوخية. ليش مالك حاطة قمطة المطبخ على رأسك؟ أنا كم مرة نبهتك؟ كم مرة فهمتك؟ بركي هر شي غريب من رأسك؟ شو شايف رأسي مقشي؟ لا محشومة، بس وينك؟ ما بتشوفي الطباخين شو بيحطوا على رأسهم؟ بيحطوا على رأسهم؟ هيك بدي اياكي انا. تكرم عينك، مثل ما بدك بصير. شو هي شو هي شو هي الخضرة؟ هي للسلطة؟ ايه للسلطة. لا تنسي ها، أول شيء بتنقعي الخضرة بمربنبرغانات البوتاسيوم. بعدين بتغسليهم بالمي والصابونة. وأوعك تحطي نعناع يابس لأنه بيكون معبى غبرة. وبتكتري توم لأنه منيحة كتير للضغط ولشغلات تانية بتهمني أنا. وبتقللي الزيت مشان الريجيم، وخلي الليمون وسطها لأنه كترته بتعمل قرحة، وقلته
بتخلي السلطات حلوين، واخر شيء اخر شيء رشي رشه كمون او سماق تعطيها نكهه طيبه. تكرم عينك، لسه في شيء ثاني؟ لا وفقه، ما في شيء مبدئيا، ما في شيء، بس انا كل شويه والثانيه بطلطل عليكي، ما بتركك، شيت اني اتركك ما راح اتركك. بتتونسي بتوجيهاتي انت. فعلا يا جماعه ما كان حدا حاذر ابدا على وفاء انه الطب هالطب المشاعري. لا ولما طلبها اخي ابو عماد رفضت، قال شو؟ انا باخذ واحد متجوز. ايه ابو عماد اقل شيء اصغر منه بشي 10 سنين. ايه قولي 15 سنة. لا ولما دليناها المهندس ايمن قال هذا مو فتى احلامي. دخلك ومين طلع فتى احلامها؟ واحد ختيار مصوفن وكركم وفي مليون عله ورجل بالدنيا ورجل بالقبر دخيله. انه بس بدي افهم شو اللي قلب لعقله بهالسرعه هي؟ لك مبينه واضحه مشان المصاري بدها يعني. والمبادئ اللي كانت تحكي فيها الحب والمب. ايه مرحبا مبادئ، لكن الناس لما بتشوف المصاري بينعم على قلبها، ومو بس بتنسى المبادئ لك بتنسى حالها كمان. بالله يا جماعه اتركونا بقى من سيرتها، مو معقول نقضي كل الاستقبال ونحن عم نحكي فيها. بالفعل بلا ما نحمل وزر الحكي عليها. يا وفاء يا وفاء وفقه. خير شوفي دخيل عينك، ناوليني كاسة هالمي لاشرب الحبة تبعي. ايه تكرم عينك. تفضل. هي المي من الحنفية؟ لا من البراد. ايه بس انا يا وفاء ما بشرب من البراد، لاني اذا كنت عرقان وشربت مي بارده بينضرب حلقي وبيلتهم بالعومي، بصير عندي استعداد للاصابه بذات الرئه يا وفاء. طيب جيب لك من الحنفيه. مو من الحنفيه انت الثانيه، فظاعه شو تصرفاتك هيك احيانا دجني دجتك العافيه يا وفاء. ليش مو من الحنفيه يا حزري؟ لانه ربك عليم قديش محشاي اساطيل المي وسخ وتراب وصدي، هذا إذا ما فات أسطل المي بشي أسطل تاني. خدي بقى ساعتها على ميكروبات وجراثيم وفطور وبكتريات ورمل وحصى وقش وبحص. طيب فهمني هلأ شو أعمل؟ افتح لك أنينة مي مختومة؟ مختومة؟ وفاء شو جنينة يعني؟ هسترنا؟ شو أنا يعني نلاقي مصرية بالأرض حتى أشرب مية أناني مختومة؟ طيب شو الحل؟ شغلة بسيطة أختي، مية الحنفية نفسها اغليها برديها وعبيها بالاناني. انتهيت السيرة؟ ولي يمكن احترق الحليب. شو وفاء؟ احترق الحليب؟ لا الحمد لله. قديش غليتي الحليب يا ترى؟ ما بعرف مثل العادة. ما بصير مثل العادة، لازم يغلى 30 دقيقة على القليل يا وفاء. شو هو طبخة حتى ينغلى 30 دقيقة؟ لازم تحسبي حساب، لازم تحسبي حساب كل شيء وفاء. بركي هالحليب اخذينه مثلا من بقرة مريضة مجنونة، شو بيعرفنا نحنا؟ شو عرفك انه ايدين يلي عم تحلب بزاز هالبقرة نظيفة؟ او السطل اللي عم يحطوا فيه الحليب ما عم يستعملوه لشيء تاني؟ ابو ماجد هذا الحكي كان زمان، هلا صار كل شيء آلي لا تمسه الايدي. اي مرحبا آلي، ليش عرفاني انت هالآلي منين جاي؟ وفاء؟ ولا اذا كانت منسقة او معطلة او عم تهرب زيت؟ لكن انا على هالحالة لازمني وحدة تساعدني، ما في حكي. اعوذ بالله من غضب الله، ليش انا بفوت مين مكان على بيتي؟ شو هالحكي هذا يا وفاء؟ انت بالذات لو ما كنتي مو من مكان ما كنتي فتي لبيتي. انا ما عم اقول لك مين مكان الا ما نلاقي وحده مستوره. ما عاد في حدا مستور بهالايام، وبركي كانت حراميه وجاي تسرق. بركي او هربانه من شي جريمه مثلا وجاي تتخبى عنا. بركي لا، وبيجوز تقوم بنص الليل تذبحني وتذبحك
بجوز لانه ياما عم نسمع هيك سمعات وفقوا. ايش هو فيلم رعب؟ كل الناس بتجيب لفايات. ما دخلني بالناس انا. من الناس انا ما دخلني. علي من حالي. كل واحد بيدبر بيته بمعرفته. مرته بمعرفته. وانا عم دبرك بمعرفتي، مو بمعرفة الناس. بعدين والله يلي ما بيحسب ما بيسلم. حطي لي هالكلام حلق بإذنك الصغيرة، فهمتي؟ هون هون حطيه بهالإذن هون.